ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. أجواء كبيرة جدا في استاد الملك فهد الدولي. طبعا كان في الصورة إيفان بارتون حكم هذه المباراة من السلفادور، سيكون في غرفة الفيديو. إيريك أمير ميشائيل تمريرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، كرة اللمسات والهجمات المنسقة خطيرة. كم كانت قريبة. لسه أتكلم على الولفز، لسه أتكلم على الذئاب ولا أروع. ناصر وسالم، سالم وناصر، سالم على اليسار، سالم على اليسار، سالم على اليسار. حلوة حلوة، خطيرة خطيرة. أرضية من مرت من جميع اللي مالكم على اليسار داخل منطقة الجزاء. مالكم مر، مالكم كرة حلوة خطيرة، لكن الدفاع يا إلهي تعود لميشائيل لكنه الله الله مستحيلة. لقد كانت جميلة اللقطة الأخيرة. مايلسون يبعد الخطر. شوفه يا عيني مايكون، شوفه يا عيني مالكم. إبروة كبيرة، لكن الذئاب لا زالوا يصمدون أمام هذا الطوفان الهلالي الكبير. سالم في الجهات اليمنى، سالم في التمريرة خطيرة، لكن الدفاع دفاع للولفز. حان وقت هجمات الولفز، خطورة الولفز، كرة الذئاب، لكن بعد ذلك تغطية وتدخل من جانب ناصر الدوسري إلى ضربة مرمى للحارس ياسين بونو. محاولة باتجاه ميشائيل، ميشائيل بينية خطيرة، سالم بكرة مر وحتى وكرة. يا إلهي يا لها من كرة مستحيل. اللقطة الأخيرة كم كانت خطيرة، كم كانت قريبة، كم كانت سريعة. التورنيدو وانطلاقاته. ميشائيل توزيع لسالم. شهراني يحاول، شهراني مر، شهراني بكرة عرضية لكنها سهلة. خطيرة ميشائيل، خطير ميشائيل. التبرير باتجاه سعود، محاولة لكنها طالت خرجت، وبعد ذلك إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى في اللقطة الماضية، الكرة اللي كانت منتهية خطيرة، محاولة مرور عرضية ورأسية جميلة لكنها مرت. يا إلهي ظهر الولفز، شكل الخطورة في هذه اللقطة. فقيه عرضية روعة والتدخلات. عرضية محاولة خطيرة وفرصة لكنها تبعد من جانب الدفاع. تصل في المدافعين، محاولة تعاونية حلوة لماتيوس. التمريرة بيدرو وكرة وفرصة. يا إلهي الله الله يا وولفز، الله الله يا تعاون، لو أنها اكتملت. على لقطة جميل، الكرة الأخيرة من ماتيوس على اليمين، هلالية داخل منطقة الجزاء بكرة عرضية بالرأس. هذا وقت بيترو، هذه أهداف بيترو، هدف هلالي. الله الله على اللقطة، لقطة خطيرة، ارتقاء ورأسية، هل كان فيها شيء اللقطة الماضية؟ مترو جول، مترو جول، مترو جول، هدف هلالي أول بارتقاء. لكن هل كان في خطأ عليك يا متروفيتش؟ لاعب إنه في احتكاك، ارتقاء، هل فيها خطأ على ثم بعد ذلك ارتقاء في هذه اللقطة، ارتماء وارتقاء فوق ظهر جيروتو، هل اعتبر في يقرر؟ لكن في لقطة كان فيها، شوفها مرة أخرى، الارتقاء من جانب ميتروفيتش. حرك اللقطة أكثر، يشوفها مرة ومرتين، يبعد الجميع عنه بعد العودة إلى المار، ثم بعد ذلك يلغي الهدف. نعم، بسبب الكرة العرضية بحسين، لكن التغطية يبعدها الدفاع مرة أولى. كوليبالي مرة ثانية، هل كان في تدخل قوي للتعاون وركلة جزاء أم لا؟ هذا ما يطالب فيه لاعب التعاون في هذه الكرة اللي كانت بين كنو مع لاعب خط الوسط. وأي حدث، تعود الكرة مرة أخرى، محاولة خطيرة. يا ولد يا ولد على الأخطاء كاسرو بونو يتدخل. لا والله معاذ، لا والله معاذ، لمسة حق.
حريف، لعبة حريف، كورة ولا أروع لمصعة التعاونية. كاسرو يا رجل، وبونو بوني الآن للولفز. عرضية أخرى يبعدها الدفاع، لا زالت خطيرة. سلولي رأسية وكرة، لكن فيها خطأ على جواو، خطأ على بيدرو ولمصعة بونو. خرج، لم تخرج، لازالة الولفز للبر والتسديدة، لكن عالية وبعيدة، عالية وبعيدة. حب كوليبالي يعطيه واحدة معافق، واحد على واحد خطير، يلعب الكرة العرضية، صدمت في الدفاع، تسديدة لكن شايل. يحاول الفارو، كرة طويلة خطيرة وكرة وفرصة. يا إلهي، بونو يتدخل في توقيت حاسب. أي لقطة يا تعاون، أي لقطة يا تعاون، أي لقطة يا تعاون. مرتدة سريعة خطيرة، انطلاقة ميشايل، تدخل وخطأ، وبعد ذلك العياري خطأ ضد ولمصعتي ميشايل. لمن 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 ياسر، تحرك لناصر، وحاول هلالي عرضية خطيرة من راس، لكنها بيد الحارس. مرة ثانية مترو، مرة ثانية مترو، ومرة أخرى مارسن يتألق في صدها، في ردها، في إبقائها. تعاونية بعد أن استدعى حكم الفيديو لقطة درميتروفيتش. هذه الأسئلة إلى حكم المباراة قبل اتخاذ أي قرار، بعد أن شاهدها سننتظر يقرر في هذا اللقاء الحكم السلفادوري إيفان بارتون اللقاء لكي يقرر ركلة جزاء. لا، لا يوجد شيء، مش عارف، لا يوجد شيء في اللقطة الماضية، لا يوجد شيء، على الرغم من أنه أشار إلى منطقة التعاون، لكن أشار بعدم وجود شيء. تتصل باتجاه مالكوم، بينية خطيرة وتسديدة، لكن صدمت. رائع التغطية أمام وليد، مرة ميشايل، مرة ميشايل، مرة ميشايل، مرة ميشايل، وتغطية في اللحظة الأخيرة. أشرف يا عيني أشرف، مهداوي في دوسري، يلعبها لمتروفيتش، مترو حطها على اليمين، ميشايل يحاول بتسديدة، لكن الدفاع يكون أكثر خطورة بصراحة. لمسة أمامية، ياسر بار، ياسر بار، ياسر بار، وكرة لكنها في يد الحارس. يا الله، خطيرة خطيرة، لقد فعل الأصعب، بقى له شيء. عاد إلى فقيه، كرة عرضية خطيرة، مستحيلة يا بونو، مستحيلة يا بونو. يا لها من لقطة، ياسين ينقذ الهلاليين من أعباء ومشاكل دفاعهم، من أخطاء دفاعهم. خطيرة، يا لها من لقطة. أي حارس الآن، مكان خطير للغاية على مرمى التعاون، بكرة عرضية بالرأس، لكنها بعد ذلك بعيد عن الكل. أقرب لاعبين في نفوسهم والهلاليين، مع كرة أخرى خطيرة، بعد عرضية غير عادية. تصل إلى مالكوم، سالم، تسديدة وكرة، لكنها في يد مايلسون، في يد مايلسون. لقطة كانت خطيرة، التعاون عليه أن يهدى أكثر، ينتظر مساندة، يلعب الكرة العرضية خطيرة وفرصة وكرة. يا إلهي، خاطئة الكرة، تصل نحو مالكوم، ولمسة باتجاه الحمدان، يحاول يمر لكن في صافرة، وخطأ هلالي، خطأ هلالي في هذه الأثناء. خمس خطوات مالكوم ترك لكانو، تسديدة. يا ولد يا ولد يا ولد، الله الله، روعة 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 روعة. لعبة برازيلية على طريقة كانو، الهدف الهلالي الثاني في الرمق الأخير، في الفرصة الأخيرة، في السطر الأخير، في الكلمة الأخيرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ناس كتير بتسأل على حال السمك دلوقتي. حال السمك ان انت بتقعد
في دور الغلة ممكن تاخد لك سمكتين أو ثلاثة أو أربعة. طبعا يا جماعة علشان ما نلفش وندور على بعض، السمكة بطبيعتها قلت، السمكة في الميات والله قلت. يعني واحد يقول لك أنا النهاردة خدت سمكتين ولا ثلاثة، يجي بكرة متغمس في يوم تبص تلاقي خد 2-3 كيلو، ويجي بعدها يقعد 3-4 أيام ما ياخدش سمك. أنا بكلم حضراتكم على الواقع، والله ده نظرا لقلة السمكة. السمكة يا جماعة في المياه بتاعتنا قلت. ليه؟ إحنا ما بنحافظش عليها. يعني إحنا لو كنا بنحافظ على الثروة السمكية، صياد السنارة، أولا صياد السنارة غلبان، الخازوق في صياد الشبك اللي هو بيصطاد بغزل زرد، واللي بيصطادوا بالكهرباء، والحوارات الخربانة دي. فعلشان كده يا جماعة أنا لما بنحب نعمل فيديو بنطلع صرف مزارع، بنجيب من الآخر. فأنا طلعنا النهاردة علشان نقول لحضراتكم ده طبيعة السمكة يا جماعة، إن السمكة قلت عندنا. بنقعد على الدور بناخد لي 3-4 سمكات، وإن شاء الله النهاردة هنحاول نعمل لحضراتكم فيديو حتى لو في 3-4 سمكات بأمر الله تعالى، هينزل على قناة جاهزة عدتك. معلش يا جماعة إن شاء الله هتفرج وهتتعدل. عايز تتفرج على 6 سمك مباشر، زور قناة جاهزة عدتك مع عبدو عبد الله ومع 1000 مليون سلام.